مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبقى مع درس الروابط الكيميائية، وهذا هو الجزء الثالث من الدرس. وحديثنا اليوم عن الروابط التساهمية التناسقية والروابط الفلزية. الرابطة التناسقية هي نوع من أنواع الروابط التساهمية، تتكون نتيجة مساهمة ذرة مع الأخرى في زوج من الإلكترونات غير المشتركة في الروابط، أي أن إلكترونات الرابطة هنا ليست من ذرتين، إنما من ذرة واحدة فقط تمتلك زوجا من الإلكترونات غير المرتبطة، كما في أيون الأمونيوم الذي يتشكل من جزيء أمونيا وأيون الهيدروجين الموجب. جزيء الأمونيا لديه زوج من الإلكترونات غير مرتبط، وأيون الهيدروجين الموجب مستواه فارغ من الإلكترونات، أي أنه يحتاج إلكترونين حتى يمتلئ مستواه الأخير، فيمنح جزيء الأمونيا الإلكترونين غير المرتبطين، يمنحهما لأيون الهيدروجين الموجب، فتنشأ رابطة كالرابطة التساهمية. لكن بماذا تختلف عن الرابطة التساهمية؟ لأن مصدر إلكترونات الرابطة من ذرة واحدة لا من ذرتين، وتسمى الذرة التي تمنح زوج الإلكترونات غير المرتبط بالذرة المانحة، وهي هنا النيتروجين. أما الهيدروجين فهو يستقبل زوج الإلكترونات غير المرتبطة، لذلك يسمى الذرة المستقبلة. تدريب: حدد الذرة المانحة والذرة المستقبلة في جزيء الأمونيوم. عزيزي الطالب، تعال بنا نتتبع خطوات تمثيل لويس النقطي لمركب يحتوي على رابطة تناسقية، وهو أول أكسيد الكربون. أولا نرسم تمثيل لويس النقطي لذرة الكربون. ذرة الكربون لديها 4 إلكترونات تكافؤ، إذا نرسم 4 نقاط. وذرة الأكسجين لديها 6 إلكترونات تكافؤ، إذا نرسم 6 تقاطعات حول رمز الأكسجين، ثم نبين تشارك الأكسجين والكربون بالإلكترونات لتكوين رابطة تساهمية، لكن هذه الرابطة لا تكفي للوصول إلى قاعدة الثمانية، فالأكسجين يحتاج إلى إلكترونين لا إلكترون واحد، إذن فلا بد من التشارك بإلكترون آخر من كل ذرة، فتصبح الرابطة التساهمية ثنائية، وبذلك يصل الأكسجين إلى قاعدة الثمانية، لكن ذرة الكربون لم تصل إلى قاعدة الثمانية بعد، فقد أصبح لديها 6 إلكترونات في المستوى الأخير لا 8. ما الحل إذن؟ الحل: ذرة الأكسجين لديها زوجان من الإلكترونات غير المرتبطة، فتمنح زوجا منهما لذرة الكربون، وبذلك تصل ذرة الكربون إلى قاعدة
القاعدة الثمانية، وهذه هي الرابطة التناسقية. إذن لدى مركب أول أكسيد الكربون CO رابطة تساهمية ثنائية ورابطة تناسقية. تدريب: أرسم تمثيل لويس النقطي لأيون الهيدرونيوم H3O+ وحدد الذرة المانحة والذرة المستقبلة. الروابط الفلزية تنشأ بين ذرات الفلز، وهذه هي مواقع الفلزات في الجدول الدوري في اللون الأزرق. نأخذ مثالا على الفلزات الصوديوم Na 11، توزيعه الإلكتروني 1s2 2s2 2p6 3s1. هناك إلكترون تكافؤ واحد في ذرة الصوديوم موجود في 3s. يتشارك هذا الإلكترون بحيز ويكون رابطة مشابهة للرابطة التساهمية، لكن الفرق بين هذه الرابطة والرابطة التساهمية أن الترابط هنا يكون مع 8 ذرات صوديوم أخرى، ويمتد التشارك بالإلكترونات إلى تلك الذرات الثماني، كما أن كل ذرة من تلك الذرات الثمان ترتبط مع 8 ذرات أخرى، وهكذا. إذن فالإلكترونات 3s تكون غير متمركزة تماماً، وتمتلك حرية الحركة في جميع أنحاء الفلز كما في هذا الشكل، إذ ينتج بحر من الإلكترونات بين الأيونات الموجبة، وتكون هذه الإلكترونات غير متمركزة، أي غير مرتبطة بأي ذرة مفردة، بل تتحرك بحرية في جميع أنحاء الفلز. هذه الرابطة تسمى الرابطة الفلزية، فهي رابطة كيميائية تنتج عن قوى التجاذب بين الأيونات الموجبة والإلكترونات السالبة داخل البلورة الفلزية. كلما كان عدد إلكترونات التكافؤ أكثر في الفلز، يصبح الترابط، أي الرابطة الفلزية، تصبح أقوى. فمثلا الصوديوم والمغنيسيوم، الصوديوم لديه إلكترون تكافؤ واحد موجود في 3s، بينما المغنيسيوم لديه إلكترونات تكافؤ موجودان في 3s. لاحظ أن درجة انصهار المغنيسيوم أعلى من درجة انصهار الصوديوم. لماذا؟ لأنه كلما ازداد عدد إلكترونات التكافؤ تزداد قوة الرابطة الفلزية. فالمغنيسيوم يمتلك إلكترونات غير متمركزة أكثر من الصوديوم، وأيضا يمتلك شحنة أيونية أكبر موجب 2، بينما الصوديوم موجب 1، مما يجعل الرابطة الفلزية في المغنيسيوم أقوى مما هي عليه في الصوديوم. كلما زادت إلكترونات التكافؤ، إذن زادت قوة الرابطة الفلزية. وما تأثير قوة الرابطة الفلزية؟ كلما زادت قوة الرابطة الفلزية تزداد درجة الانصهار، أي أن الفلز يحتاج إلى درجة حرارة أعلى ليبدأ الفلز بالتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. وكذلك كلما زادت قوة الرابطة الفلزية تزداد قساوة الفلز،
تدريب. يكون الليثيوم أيونات شحنتها موجب واحد، والمغنيسيوم يكون أيونات شحنتها موجب اثنين. أما الألمنيوم فيكون أيونات شحنتها موجب ثلاثة. رتب هذه الفلزات وفق الارتفاع في درجات انصهارها. هكذا نكون قد أنهينا درس الروابط الكيميائية على ثلاثة أجزاء. ألقاكم بإذن الله على خير في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.